السلام عليكم. اليوم جايب لكم اعلان البترول الذهبي، ارخص الزيوت وشركه معتمده، كل شيء يتوفر عندهم. بدخل اصور لكم كل شيء داخل. طبعا جميع الزيوت الاصليه عندهم، واسعار كل ابوها خياليه، تغير من محطه ثانيه 120 110، لا هنا تغير ب 60 ب 70 على حسب سيارتك. بعدين هنا ما شاء الله شوف 5000 العلبة الواحدة ب 12 ريال. عاد والله ما ادري المحطات الثانية ما ادري كم، ب 17 ب 16 ما ادري والله كم. وال 10000 ب 20 ريال. وكل ابوها زيوت معتمدة واصلية كلها. طبعا السنوات ذي ما شاء الله غير زيتها ب 63 ريال. ركاب السداد والله اني استحيت اني اسال بكم غير. شوف ما شاء الله كم مكلفة علبة 8000 اي 8 اتوقع انه ما كلفت تحت 70 ريال. احسب المحطة يتوفر كل شيء، اهم شيء الزينة ذي حقتي ها. والزيت ومغسلتي الخاصة عاد. اللي بيجي يغير زيت لازم يغسل المغسلة عاد عشان ما ازعل عليه. شلونك يا بطل؟ طيب. اخبارك؟ شو اسمك انت؟ سلمان معك سلمان. والله ونعم والله ونعم. شلونك يا بطل؟ هلا صدام. هلا مشعل اخوك. مية مية؟ والله الحمد لله. كيف انت كويس؟ ايش في موجود هذا الشاي؟ هذا شاي، هذا موجود كله شاي الحمد لله، سكر لتر كله موجود. الحمد لله مشعل اخوك مية مية. كل انه هو كلام وين مشعل اخوك؟ وين؟ كلام موت كلام موت. لا ما في موت، هذا هنا موجود مشعل اخوك. مشعل اخوك مية مية. ها وش رايك؟ ايش رايك؟ خليه يفكك تروح لحالك تعرف؟ سولف خليه يفك. اي يلا اترك اترك. ما سويت لك شوف خلاص تورط. لا هو متعود على ركوب الخيل ما عنده مشكله. ما شاء الله الله يحفظه ان شاء الله. يا مرحبا، شوف شوف من مين اليوم. هلا بالشيخ، شلونك؟ بشرنا عيني. بخير والله بشرك. وين وديت الغالية؟ الغالية راحت. شوف باع لها وندو شرى صاني ذي مدري ارس، شو اسمها ذي؟ صاني. صاني؟ صاني. لا تروح تفحط اخوانك اهم شيء ها؟ ما عليك. اكيد. يا بعد عقلت الحين؟ لا عقلت. يا بعد روح، تبي شيء ناقص كي؟ طول عمرك. انظف سيارة بالحياة. سيارتي باليوم تنغسل ثلاث مرات اربع مرات يا لبي، والله احسن شيء بالحياه النظافه. انظف سياره بالحياه. ليش تضربين اخوي يا كلبه؟ ليه؟ ايه تضربين اخوي؟ اطلع عيس مي ولا ما تخاف ذي. عطى كف عطى كف شغل عطى كف عطى كف امسك هاي امسك كف يا شعور ما وخر وخر عطى كف عطى كف المره هذه وخر احمد وخر مو مسوي لنا بنتك وخر ما اكشر عطى كف عطى كف عطى كف عطى كف عطى كف عطى كف شوف شوف ماسك وجه احمد اتركه احمد اتركه اي عطى كف عطى كف عطى كف احمد اتركه تحب تحب قاعد تضرب وخر وخر ماك شغل بنتك وخر عطها كف عطها كف ولا والله العظيم ما يزعل عليك عطها كف عطها كف احمد يا اخي وخر احمد اترس احمد وخر يا اخي احمد وخر يا اخي قاعد تضرب احمد وخر احمد وخر عطها كف عطها كف يا ولد قلبي شوف شوف احمد وخر احمد ماك شغل احمد بلا ماك شغل يا اخي بلا ماك شغل يا اخي بلا ماك شغل يا اخي عطها كف يا اخي شوف 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 تقص جايبك جايبك موز يا حبيبي
ايوه والله العظيم مشكلة عندكم، ما جيرانكم ما ينام لا ليل لا صبح لا الفجر، ما غير يسولف عند بيتكم. ايش تبي يا حبيبي؟ روح بيتكم. والله ما يمدي. ليش؟ يا اخي احبك ليوم ما شفتك يا حبيب قلبي، لك 50 ساعة واقف بكره يا شيخ. مو 50 والله العظيم، صار لي اكثر من ساعتين بنام، بس صار معي شيء طير النوم كله. والله ما ادري ايش اقول لكم، ودي اني اكثر سنابات ودي اني اشغلكم، بس ما ودي اصور شيء يعني ما له اي معنى. فزبد اللي حبيت اعلمكم من طار النوم والسبه شخص الله لا يحرمنا منه. بس تدرون وش احلى شيء سمعته بالحياه؟ بسمعكم يا دقيقه. أبي خذ حاجة ربي عطى حاجة، ويكفي إني يا صادم العرضان وواجه. أبي خذ أحسن شيء سمعته بالحياة، وصدق ربي لو خذ حاجة يعطيك الحاجة اللي أحسن منها بألف مرة. أحلى شارع بالحياة، 24 ساعة زحمة. والله أحس إني بقران. والله أحس إني بقران. أولي What?